التعلم هو النشاط الذي بموجبه يكتسب الفرد المعارف والمواقف والمهارات التي بفضلها يشبع حاجاته ودوافعه. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنتحدث عن المدرسة السلوكية وتطبيقها في الحقل التربوي والتعليمي، وذلك من خلال الوقوف على أهم المفاهيم المؤطرة لهذه المدرسة وأهم روادها وأبرز قوانينها، وكيف تنظر إلى كل من المعلم والمتعلم، ثم بعض الانتقادات التي وجهت لهذه المدرسة. ويعتبر كل من بافلوف وواتسون وثورندايك وسكينر من أبرز وأهم الرواد في هذه المدرسة، فقد تأثرت المدرسة السلوكية وخصوصا مع واتسون بأفكار ثورندايك، الذي يرى بأن التعلم هو عملية إنشاء روابط أو علاقات في الجهاز العصبي بين الأعصاب الداخلية التي يثيرها المنبه المثير والأعصاب الحركية التي تنبه العضلات فتعطي بذلك استجابات الحركة. سكينر اعتقد بأن قوانين آلية التعلم يمكن أن ترد إلى قانونين أساسيين، وهما قانون المران أو التدرب، ويعني أن الروابط تقوى بالاستعمال وتضعف بالإغفال المتواصل، وهذا ما يحدث حينما نقوم بالحفظ والمراجعة. فمثلا في مادة الرياضيات يجب أن نتمرن ونتدرب على المعادلات والقواعد لكي تقوى وترسخ في الدماغ، وليس الرياضيات فقط بل كل المواد وكل التخصصات الأخرى. أما القانون الثاني فهو قانون الأثر، والذي يعني بأن هذه الروابط تقوى وتكتسب ميزة على غيرها وتؤدي إلى صدور رضا عن الموقف إذا كانت نتائجه إيجابية. النظرية السلوكية لديها العديد من المفاهيم التي تؤطرها، وسنحاول الوقوف عند أبرز هذه المفاهيم. وأول مفهوم هو مفهوم السلوك. لماذا هذا المفهوم؟ لأن النظرية في مجملها تعتمد على السلوك، لذلك فهي سميت بالنظرية السلوكية. فالسلوك حسب سكينر هو مجموعة من الاستجابات الناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي القريب. هذا السلوك إما أن يتم دعمه وتعزيزه فيتقوى حدوثه في المستقبل، أو لا يتلقى دعما فيقل احتمال حدوثه في المستقبل. أما المفهوم الثاني فهو المثير والاستجابة. فالسلوكية تعتمد على هذه الثنائية مثير استجابة، وهو تغير في السلوك ويكون نتيجة واستجابة لمثير خارجي. ثم نتحدث عن التعزيز والعقاب كمفهومين جوهريين في النظرية السلوكية. فمن خلال تجارب ثورندايك يبدو أن تلقي التحسينات والمكافآت بصفة عامة يدعم السلوك ويثبته، في حين العقاب ينتقص من الاستجابة وبالتالي من تدعيم وتثبيت السلوك. ثم مفهوم التعلم، وهو عملية تغير شبه دائم في سلوك الفرد. أما الآن سننتقل للحديث عن أهم وأبرز مبادئ النظرية السلوكية، ومن بين هذه المبادئ حسب السلوكية التعلم هو نتاج للعلاقة بين تجارب المتعلم والتغير في استجاباته. ثانيا، التعلم يقترن بالنتائج ومفهوم التعزيز. ثالثا، التعلم يقترن بالسلوك الإجرائي المراد بناؤه. رابعا، التعلم يبنى بتعزيز الأداءات القريبة من السلوك النمطي. خامسا وأخيرا، التعلم المقترن بالعقاب هو تعلم سلبي. لكن السؤال الذي يطرح الآن هو كيف تنظر السلوكية للمتعلم والمعلم؟ نظرة السلوكية للمتعلم يمكن اعتبارها نظرة قيسية، فهي ترى بأن المتعلم لا دور له في التعلم، وتعتبره منفعلا ومتلقي سلبي. دوره الأساسي هو التكرار، وهو مجرد وعاء تخزين. أما نظرتها للمعلم فتعتبره بأنه لديه دور مركزي في العملية التعلمية، بحيث يهتم ببرمجة التعلمات وتلقين المتعلم، وهو بمثابة ناقل للمعارف. كما نعلم جميعا فإن كل نظرية لا يمكن أن تسلم من الانتقادات،
فقد وجهت العديد من الانتقادات للمدرسة السلوكية، ومن بين أبرز هذه الانتقادات أنها اختزلت التعلمات في سلوكات ميكانيكية، وكذلك النظرة السلبية والتنقيصية للمتعلم، قضاؤها على روح الابتكار والإبداع لدى المعلم والمتعلم. إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن نظرية مهمة في التعلم، وهي النظرية السلوكية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا من هذا الفيديو، وسنلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.